ينضم إلينا الآن من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف، كيف تبدو الأوضاع في وسط القطاع في البداية، خاصة مع أوامر الإخلاء المستمرة لسكان وسط القطاع؟ نعم منى، الواقع معقد وكارثي في مختلف المحافظات. ما يميز المحافظة الوسطى هي استمرار عمليات النزوح والمطالبات الإسرائيلية بإخلاء مربعات سكنية واقعة إلى الشرق من شارع صلاح الدين وبعضها إلى الغرب من هذه الطريق، وهي تقلص من نطاق المآوي الآمنة. مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلاء جزء حسب ادعائه من مربع 128 الواقع إلى الغرب من شارع صلاح الدين والذي بات على تخوم مشفى شهداء الأقصى، هذه كارثة إنسانية قد تضاف إلى الأزمات المتفاقمة في ظل عمليات الإخلاء لهذه المشفى. نازحون غادروا حرم المشفى خشية من أن تقترب الآليات الإسرائيلية من تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك عدد كبير من المرضى غادر هذه المشفى. لكن وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن المشفى لا تزال تعمل وأنها مستعدة لاستقبال الجرحى والمرضى، بيد أن حالة الخوف والقلق تعتري حتى الكادر الطبي نظرا لتجارب سابقة وصل فيها الاحتلال الإسرائيلي إلى عدد من مشافي القطاع واعتدى على الكوادر الطبية واعتقل عددا منهم. لذلك يبقى مصير مستشفى شهداء الأقصى مجهول في خلال الساعات والأيام القادمة إذا ما واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ووصل بالفعل إلى هذه المنطقة التي طالب بإخلائها. في المحافظة الوسطى أيضا منذ منتصف الليلة الماضية حتى هذه الساعة ما بين فينة وأخرى تدوي أصوات انفجارات في أقصى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، هذه المنطقة التي استهدف فيها الليلة الماضية منزلا في المخيم الجديد لكنه كان مخلى، لذا لم يقع أي من الإصابات أو الضحايا جراء هذا القصف. لكن هنا في مدينة خان يونس حيث نتواجد فمنذ ساعات الصباح الباكر دوت عدة انفجارات في أكثر من منطقة بالمدينة. قبل قليل كان القصف المدفعي العنيف يطال منطقة المحطة والسطر الغربي، بينما اندلعت النيران وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة البريم في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تمركزه في محيط مشفى دار السلام وفي منطقة أيضا شارع 5 وعلى مقربة من منطقة المحطة، ويطلق ما بين فينة وأخرى قذائف وأيضا يرفع قناص على رافعات تسيطر على محيط هذه المنطقة. لذلك ما يعرف بمنطقة دوار أبو حميد في مدينة خان يونس باتت منطقة غير آمنة لأن الجيش يسيطر عليها ناريا بفعل تواجد القناصة. الليلة الماضية أيضا وفجر هذا اليوم استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلين، أحدهما في شارع المشروع، وهذا القصف أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بجراح مختلفة، بينما القصف الذي طال منزل عائلة البريم أو عفوا منزل قديح في المنطقة الشرقية وتحديدا في عبسان أسفر عن استشهاد سيدتين وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مشفى غزة الأوروبي الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس. أيضا فجر هذا اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية في المنطقة الغربية من مدينة رفح، رغم أن المشاهد التي عرضت قبل قليل تظهر حجم الدمار الكبير في منطقة كندا وفي منطقة السلطان والحي السعودي وهي المناطق الغربية في مدينة رفح، لكن واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير كل هذه المرافق الحيوية في المدينة ويواصل أيضا تدمير المربعات السكنية لجعل كل محافظات القطاع مناطق غير صالحة للسكن. في محافظة غزة أيضا استهدف الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم منزلا في حي الرمال، هذا القصف أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية، وقد نقلوا جميعا إلى المشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة. بمعنى أن مختلف محافظات القطاع من المنطقة الشمالية وصولا إلى مدينة رفح تعرضت خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم إلى سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل. نعم الزميل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من خان يونس.